عامل جذب للاستقرار يعني، ودي هتبقى فيها تأثير مباشر. شايف حضرتك بنسبة قد ايه ممكن يعني؟ شوف هم ثلاث محطات بس مش بالتساوي يعني، الدستور قاعدة، لكن وجود رئيس جمهورية ده يمكن أنا أفضل من تلتين المسائل. بالنسبة لحضرتك، رأي حضرتك إيه في انتخابات رئاسة مبكرة؟ هل هيناقش الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة؟ أم شايف حضرتك إيه بالظبط؟ رؤية حضرتك دي الدول ما بتبقاش منتظرة دي الدولة والحكومة في تنفيذ ثلاث طريقة الوعد اللي هي الدستور، تبع الدستور، الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وبعد كده الانتخابات البرلمانية. نسبة دي كلها خطوات على طريق الديمقراطية بتأكد للدول بره إن ما حدث في 30 يونيو هي إرادة الشعب المصري وليس انقلاب على التالي. حضرتك متوقع قد إيه نسبة الجذب الاستثماري خلال الفترة الأخيرة بعد انتخابات الرئاسة إن شاء الله؟ أعتقد مش هيكون في كتير، بس بشرط ان يكون في استقرار في الشارع ويكون العمليات الترهابيه دي طبعا امكن السيطره عليها، وان الشعب المصري يثبت ان هو فعلا مع النظام الحالي ومع التطور اللافظ بتاعك ولافظ تمام يا فندم. بالنسبه يا فندم لحضرتك كوزير سياحه يا فندم، شايف حضرتك الوضع الحالي بالنسبه لعمليه الانتخابات الرئاسيه، هل هو ان شاء الله حافظ على الاقتصاد المصري؟ بالتأكيد يعني، انا كنت في معرض قريب في الخارج و من مصر قالت الناس عينها على مصر وعلى ما يحدث فيها من تطورات سياسيه. بالتأكيد التطور السياسي في الاتجاه اللي احنا بنتكلم عليه ده الاستقرار، لان كل ده بيوري ان احنا ماشيين في طريقنا اللي احنا رسمناه في الفترات اللي فاتت. تاكيد له تاثير ايجابي ان شاء الله على المدى البعيد. حضرتك بالنسبه لحضرتك متوقع ايه؟ يلا ارجع عشان ما ينسجمش يا جماعه. هل حركه السياحه؟ لا انا بقول عام 2014 مع التطور السياسي اللي بيحدث ده ان شاء الله هيكون عام التعليم. فايدة كام؟ فايدة كام؟ بالنسبة للبرنامج في اقتصاد جديد مع البنك المركزي.